كتبغي حاليا؟ اه انا ما نقدرش نعيش بلا حب الصراحه، كيعجبني الحب، زوين الحب، كنبغي، ما نقولكش كنبغي بنتي، كنبغي ماما، كنبغي بغيتي اكثر من نفسك، اذا انت حماره واعتذر والله. ولكن صراحة أنا كاملين بينا كنا حمير في واحد الوقيتة، ولكن مزيان أن الواحد يعرف راسه والأخطاء ديالو ويتراجع ليها ويشوف أن الشخص لا يستحق وكيدوز، فهمتي؟ راه غير خص الواحد يوعى وياخد درس. هانتوما شوفوا دابا في أي حاجة في الحياة، كيما كانت شي بروجي بديتيه وما نجحش وتعذبتي من بعد، شي شخص ثقتي فيه وما صداقش وتعذبتي من بعد، بزاف د الحاجات، اي حاجه كطرى في الحياه الا وتألم من بعد، اي تجربه فاشله في اي حاجه اتألم من بعدها بزاف، ولكن من بعد كيحيد الالم وكيبقى الدرس، كيبقى الدرس كتهزو كتزيد به الحياه ديالك كلها. دونك دابا ماشي مشكل لو كنتي كتألمي سي با غاف، مي حاولي انك تركزي شويه مع الدرس حيت هو اللي غيبقى لك، اما الالم راه كيحيد كيبقاش. غادي ديري العرس الا تزوجتي بيان سور، علاش ما نديرش العرس؟ طبعا ندير العرس. كيفاش قدرتي تنسي فلان؟ وانا ملي عمري تفكرت باش ننساه. لا لا ما تبقاش تذكروا لي داكشي بليز، خليوني كنهضروا في الحياه ديالي انا ديال بنتي، ما تصدروا لي الا حتى شي شخص بعيد عليا ما عارفاش حتى مبقيتش ممكن نجيب لك الكومنتات اللي كنت نصيفط لك. والله حبيبتي راه غير كنقرا اللي جات عيني فيها وصافي. تبوكيسا شكرا. فين حبي؟ اللهم رد بينا ردا جميلا. امين امين امين. سلام. كنحماق عليك انا، كنحماق عليكم. شكرا.